من محاور مختلفة يحاصر بؤس الحياة أهالي قطاع غزة رغم صمودهم أمام قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ أكثر من شهر. ذلك القصف الذي لم يبقي سوى الألم والدمار. يكافح الناجون من القصف يومياً لتوفير الماء والغذاء اللذين بدأ ينفدان من متاجر القطاع. ناس الجار بيجوا ولا بالنسبة للمعابر شبه مغلقة، مش إشي بيدخل. حتى التجار اللي موجود مصانعها ومخازنها موجودة بغزة اللي هي في المدينة صعب إنها تصل لرفح. الوضع إنه الحاجة اللي بتروح عنا فيش حاجة بيجي بدالها، المعابر مسكرة عنا بدال المحافظة محافظتين، والوضع كربت زي ما انت شايف. البضاعة بتروح على الباب، الناس بس تمسك إشي بتقسم عليها الحاجات على الفاضي. في طوابير طويلة يصطف الغزيون أمام القليل من محطات المياه والمخابز التي لا تزال تعمل بما تبقى لديها من وقود، أو تلك التي تعمل بالطاقة الشمسية. وفي محالة تجارية لم تنفد بعض السلع فيها في جنوب القطاع. أكثر من 1,000,000 إنسان دور المخابز، في ناس من التنتين الفجر يعني من التنتين بيناموا بيجيبوا أغطية وبيضلهم. أنا جاي من قبل صلاة الفجر وهي الساعة 8:30 ولحتى الآن لم يصل دوري على ربطة الخبز. يدق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ناقوس الخطر، ويحذر من أن الإمدادات الغذائية والحيوية في قطاع غزة صارت بمستويات قياسية بشكل خطير، ويدعو لتوفير ممرات إنسانية لإنقاذ ما تبقى. ولكن من يسمع النداء؟ يعيش الناس في كابوس مروع، الغذاء والماء ينفدان. هناك حاجة إلى تدفق مستمر للمساعدات لتلبية الاحتياجات الماسة الآن. يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصالها بأمان، ويجب أن يتمكن المدنيون من الوصول إليها بأمان، وبدون ذلك ستزهق أرواحا وسينتشر الصراع. ليس الماء والغذاء وحدهما ينفذان في قطاع غزة، بل الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية جميعها تكاد تختفي كليا في ظل الاستهداف العنيف المكثف الذي يدخل شهره الثاني. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.